الموسيقى والجمال الروحي من أكثر المضادات الحيوية للتغلب على الذعر الذي أصاب عقول المواطنين قبل أجسادهم. هذا ما تعلمه أولاد الشويلي في ظل خطورة هذا الفيروس الشبح الذي اختار خوف بعضهم ليكونوا فريسة سهلة المنال وصعبة الشفاء. بعد قرار خلية الأزمة أنه حضرت جوال وكذا هيك أمور، فأول أسبوع كان يعني بالنسبة لنا عادي، فبالأسبوع الثاني بدأت النفسية كذا تتوتر وهيك أمور. فكل من رجع للموهبة أو العمل اللي هو اللي يحب يسويه إن كان برا أو إن كان داخل البيت، فإحنا يعني كموسيقي فرجعت أتمرن بيانو، لأن يعني أنا بالأصل عازف عود والنوبة تعلمت الجيتار، فظليت على البيانو لأن دا أطور موهبتي الحمد لله والشكر. هسا أنا بمرحلة توزيع الموسيقي وإن شاء الله القادم أفضل. حظر التجوال الذي تسبب بخمول حركة المواطنين وعجزهم عن تسيير حياتهم اليومية بصورة طبيعية. الكثير لم يكن على مسؤولية كافية بتوجيهات خلية الأزمة بعدم الخروج والحماية من خطورة الوباء، والبعض القليل استغل هذه الفرصة داخل البيت موصفا إياها بإيجابيات حظر التجوال. الملحن كاظم الشويلي وأولاده مثال للبعض القليل. أنا أبلي 4 أبناء الحمد لله، منذ الصغر كنت أدربهم على الموسيقى، فأصبحت لدينا عائلة موسيقية ولمختلف الآلات، كاميران على الجيتار، أحمد على الكمان، يوسف على الكمان، ومهند على البيانو. وما يستدعي الانتباه أنه كل أحد من عندهم يعزف أكثر من آلة. التدريب المستمر والابتسامة هي سر الحياة السعيدة التي تجدها حيث تريد الاستماع لها. أنامل صغيرة تعلمت كيف ترسم ضحكة في وجه الموت المحدق بسبب إهمال استماعهم لتوجيهات أقلام الخطورة وآلات معزوفة. احنا استغلينا فرصة هذا التجوال بأن نجتمع ونصف فرقة موسيقية صغيرة. أبوي علمنا أن هذا تماريننا والعزف بشكل رائع. الموسيقى تعطيك الفرصة للهروب من الحياة من ناحية، وأن تفهم الحياة بشكل أعمق من ناحية أخرى. هذا ما فعله الملحن كاظم الشويلي مع أولاده في ظل خطورة جائحة كورونا. لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم، كربلاء.